الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله حابة نتقاسم معكم طريقة البسبوسة بطريقة مغايرة على عادة، طريقة جديدة حاولت نعملها معكم ان شاء الله تعجبكم. باش نستحقوا هوني كما تشوفوا تقريبا كاس ونص متاع سميد متوسط، عليه شوية هوني قشور برتقال، معاه نص كاس سكر، نص زيت نباتي. باش نستحق معاه تقريبا مغرفتين كبار متاع النوازيت اللي هي البفريوة الملحية، وباش نستحق للزينة القطايف اللي هي احنا في تونس نقولوا قطايف، في بعض البلدان الاخرى يقولوا الكنافة. وباش نستحق 7.5 غرام تاع سكر فاني، باش نستحق 5 غرامات تاع خميرة كيميائية، وبالطبيعة الليمون نتاعي اللي باش نطيب فيهم دهنتهم بشوية زبدة وشوية سميد. باش نستحق بيضة كبيرة، باش نستحق واحدة ياغورت، انا خديت ياغورت يتشرب يعني جاري، ما لقيتش عندي ياغورت عادي، خديته كوفريز، اللي ما عندوش ياخذ ياغورت طبيعي يعني كل واحد شنو يحب به. باش وبالطبيعة باش نطيب الشحور اتوريهولكم في وسط الفيديو خاطر طيبت برشا مرات معاكم. توا نبداو بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة خديت صحفة وباش ناخذ باش نعملها بالضرب اليدوي، المرة هذي بالفوية العادية ناخذ عظمة نتاعي باش نحطها، باش نحط معاها السكر، باش نحط معاها السكر فاني، وباش نركضهم مع بعضهم الزوج الثلاثة مكونات هذي حتى يبيع شوية الخليط نتاعو. حتى يدخل المكونات الكل في بعضها كما تشوفوا. طبعا باش نصب الياغورت، باش نصب النوازيت اللي هي البوفريوة، وباش نحرك كيف كيف. توا باش نصب السميد وقشور البرتقال، وباش نصب الزيت، وهوني باش نحط الخميرة نتاعي. باش نحط تقريبا قلت لكم شطار الباكو، الباكو اللي عندي هذا فيه 11 غرام. حطيت تقريبا النصف نتاعو، باش نحرك الخليط نتاعي. طب كيما شفتوا بعد لا كملت ناخذ غراف وباش نصب الخليط نتاعي في الليمون باش نطيبهم على الفول. انا تقريبا حليت الفول نتاعي عنده تقريبا درجين يعني تقريبا 10 دقائق باش نسخنه على 150 درجه، وبعد كي ندخلهم نطلع فيه على 180 درجه. اوكي هاهو هوني كيما تشوفوا الخليط اللي عملته طيح لي تقريبا 6 كعبات يعني هاكا. باش ندخلهم للفور كيما قلت لكم توا طلعت فيه في اللحظه هذه 180 درجه باش ندخلهم يطيبوا ونوريكم بقيه الوصفه. هوني كيما تشوفوا خديت المقله نتاعي حطيت فيها شويه زبده باش نزيد نحط فيها شويه سمن، انا هاهو السمن اللي نستعمله. باش نحط كيف قلت شويه سمن، هاي تقريبا مغرفه هكا سمن مع طرفك الزبده، باش نذوبهم
ونحط معاهم القطايف التيب مع بعضنا. هاكا هوني حطيتها على الغاز بتبيع بش التيب. نخلي الزيت يسخن ومن بعد نوريكم كيف نحط القطايف ونحرك. هاكا شفتوا الزبده ذابت، باش نقلي القطايف نتاعي ونرجع لكم بعد. هاك هوني القطايف بعدها طابت، هوني نقصت لها الزبده اللي عملتها لها والسمن هايكا، وحطيت لها شويه مغرفه من الشحور اللي طيبته، وهايكا هوني فرغتها. وهوني رجعت لكم في نص الفيديو باش نوريكم كيفاش طيبت الشحور اللي هو القطر. 250 مللتر ماء، 250 مللتر سكر، اشتركع بقارس، ومعاهم في الاخر مغرفه زهر، وطيبته يكون ماهوش عقد برشا، يكون خفيف شويه باش تنجم تشربوا البسبوسه. هوني كيما شفتهم عفوا جبتهم بعد لطابو باش نحاول نصب لهم اكل، باش نصب لهم اكل الشحور اللي هو القطر من الفوق وهما في وسط الليمونه كيكا هاكم، وبعد باش نقلبهم ونزيد من الفوق. قبل ما نقدمهم نعاود نصب لهم اكل الشحور هذاك اللي هو القطر بالطبيعه، وبعد باش نزينهم من الفوق بشويه اكل كنافه. وتتشوفوا الطريقه اللي باش نقدمهم بها، يعني نقولوا نحنا طريقه كنافه غوفيزيتي، يعني بطريقه مغايره على العاده وبطريقه جديده. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنال رضاكم، وشوفوا طريقه التقديم يعني بمكونات بسيطه نجموا نصنعوا منها حاجات باهيه. ومن الفوق تشوفوني بعد اللي حطيت فوقها الكنافه باش نحط فوقها زوزه، وبعد باش نزينها بالجناب بالكريم شانتيي، ونحط معاها هكا شويه الوان نتاع شوش ورد باش هكا نبدل شويه المنظر وتعطي شهيه حتى للماكله. ما بقالي كان باش نقول لكم توا تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسونيش في لايك واشتراك وتعليق بالنسبه للناس الجدد، وبالنسبه للناس القدم ما تنسونيش في لايك وتعليق تحت الفيديو فضلا وليس امرا بالطبيعه. ما بقالي كان باش نقول لكم توا تابعوا الفيديو للاخر، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.